مرحبا بحضراتكم. الفقره الاخيره، وزي ما كنا كده بنسمع واحنا صغيرين بيقول لك الرياضه للجميع، للجميع، يعني ما فيش فئه او شخص ممكن ان هو يستثنى من ممارسته للرياضه لاي سبب كان. والرياضه مش حكر كمان على حد، انت دلوقتي لو عندك الاراده وكمان فكره ان انت ترسم خطه لنفسك وتستمر هتقدر ان انت توصل لحلمك. اتكلمنا قبل كده عن نماذج مشرفه جدا في المجتمع المصري من فئات مختلفه، معانا نموذجين رائعين جدا، وعلى فكره انا على الهوا دلوقتي اكتشفت ان هم مخطوبين كمان. خليني ارحب بكابتن احمد وحيد، لاعب كره القدم من قصار القامه، يا صباح الفل، وكابتن الفريق كمان، وهبه اسامه لاعبه تنس من قصار القامه، وهي كمان اول لاعبه تنس من قصار القامه في افريقيا والوطن العربي. الله، بجد برافو عليكي، صباح الفل في البدايه. وانتوا اتخطبتوا قريب ولا بقالكم قد ايه؟ خطبتنا كانت يوم 29/10. طب معلش بقى هخش على اسئله كده، يعني اعتبروني حشريه شويه. اتعرفتوا على بعض ازاي؟ اتعرفنا على بعض خلال تجمعنا في مركز شباب الجزيره. هبه جت من سنتين، تعرفنا عليها، وكان برضو اللي هو مش كان الاعجاب بس كان في تاتش. يعني انتوا في الاول كان في تاتش بينكم؟ جامد يعني. وجامد عملت ايه؟ زعلتها ازاي؟ والله يعني بس كان التملي الفكر واحد. بس ممكن السلوك مثلا ايه، لا ده مش واخد على ده وده مش واخد. كان بيعمل ايه فيك يا هبه؟ هو تقيل في نفسه شويه. فاهمين ازاي؟ بس بعدها جت مره نقرب ومره نبعد، مره نقرب ومره نبعد، جت بقى فتره الكورونا. والنصيب حكم. لا، الف مبروك، ربنا يسعدكم يا رب بجد. يعني امنيه بقولها لكم من قلبي، صور جميله اهي لو نبص عليها برضو مع حضراتكم. يعني نقدر نقول ان هي يعني علاقه حب بس مش من اول نظره خالص. جميل جدا. واحنا كده بنتفرج برضو على الصور، خليني ابدا بيك كابتن احمد. زي ما كنت بقول، احنا استضفنا قبل كده ناس او يعني لعيبه من الفرقه عند حضرتك، وكانوا معانا وكل حاجه وحكولنا عن تجربتهم، بس انت بقى كابتن الفريق. فدي كمان حاجه حلوه جدا. ازاي او خلينا نعرف القصه بقى، كواليس الحياه بتاعتك واللي وصلتك بعد كده، او خطواتك اللي وصلتك لده. تمام. انا طول حياتي بتعامل عادي مع اهلي، عادي، واحد شخص طبيعي. وحضرتك شخص طبيعي طبعا. عمرهم ما حسسوني بكده. مع صحابي برضو نفس النظام، بلعب كوره من وانا حضانه، والعب واتكسر. يعني مره زمان اتكسرت بسبب الكوره، رجلي اتكسرت. فبعد ما اتخرجت من الجامعه سمعت ان هم بيقعدوا في عند المسرح مدبولي، عبد المنعم مدبولي. مين هم؟ شباب زينا، مدمنين. فروحت اتعرفت عليهم وبتاع، وبعد كده نقلنا بدل المسرح نقلنا مركز شباب الجزيره. كنا حوالي 5 ولا 6، كنا كل مره نقعد نفس القعده، مفيش حاجه جديده، بقى في ملل. صح. فكان معانا الكابتن ابراهيم، قلت له مش انت يا كابتن؟ قال لي قلت له طب ما تيجي نلعب كوره. قال لي نلعب كوره ازاي؟ قلت له انا كده كده بلعب كوره، يعني هخلص معاك رايح عندي ساعه لعب، ما تيجي نلعب كوره. قال لي خلاص نجرب. طبعا الموضوع الاول جيب استغراب، يعني كلنا بنلعب مع زمايلنا بس ما حدش فكر يلعب ايه بشكل احترافي بقى. بشكل احترافي بقى، ويبقى فيه ند وجري والكلام ده. فالتاني اسبوع كابتن ابراهيم كلمني قال لي انا حجزت ساعتين في مركز شباب الجزيره. قلت له تمام. الموضوع بدانا ب5 ولا 6، بعدها العدد بدا يكتر. الصور نزلت على السوشيال ميديا، الفيسبوك وسع المجال اكتر. بعدها الموضوع وصل، يعني لقينا الموضوع بيتطور لوحده. انت زي ما تكون كده يعني رميت شعلة الامل، لان أيوة. اكيد كان في ناس كتير جدا ونماذج كتير قاعده في البيت مثلا عندها نفس الشعور اللي انت واصدقائك كان عندك، اللي هو وبعدين. فانك ابتديت حاجه زي كده او بدرت بحاجه زي كده، يعني اكيد بعد كده ناس كتير انطلقت وراك. هي دي حقيقه. وكمان انا مؤمن بالرياضه تملي، هي بتطلع الروح الحلوه اللي جواك. مالكش دعوه، يعني تملي في اول التمرين مالكش دعوه بحد، العب، زعق، اشخط، مالكش. وقعت قوم تاني. تملي اللي يقع، يعني يجي لنا لعيب جديد يقع مثلا غصب عنه، كلنا نتجمع عليه نقومه، استمر في الحياه. صح. هيبقى عندك هدف. بعدها الموضوع اتطور، وقفنا شويه، وبعدها فوجئنا ان المغرب شافت الموضوع بتاعنا، عملوا فريق
منتخب المغرب اتفاجئنا لينا اتحاد بره اتحاد كره القدم قصر القدم قامه راحوا شاركوا. انا بيني وبين نفسي يبقى احنا اول الفكره واحنا بدايات الفكره وما نعملش منتخب وما نعملش فريق. صح. من هنا عملنا المنتخب. انا هرجع لك نقطه ماشي. المنتخب عشان نقعد نرغي براحتنا بس هبه يعني برضو هسالك نفس السؤال، بدايتك كانت ازاي واشمعنى التنس وايه اللي حببك في الرياضه دي وازاي قررتي انا هروح وهثبت نفسي وهبقى لاعبه محترفه؟ يعني عايزين نسمع ونتعلم بجد والله. هو انا اصلا بحب السباحه وكويسه فيها جدا، بس حبيت برضو اضيف حاجه جديده، يعني حاجه اكون اتميز فيها، فكنت بجرب بشوف مهاراتي اني افضل في ايه بالظبط، فلقيت رد فعلي سريع فقلت خلاص اخش مجال التنس. جربتي يعني سباحه الاول وبعدين رحتي التنس لقيتي التنس مستواكي فيه احسن؟ اه وانا السباحه كويسه فيه بس حابه برضو في رياضه تانية مش شرط بس السباحه بس، فجربت موضوع التنس. نزلت في الاول طبعا كنت في يعني ايه قلت اخسر بقى رهبه الملعب ابقى في وسط ناس اشوف هعمل. نزلت عادي ما فيش اي مشكله في التعامل، كابتن برضو اداني اللي هو الطاقه عادي انطلق في الملعب، لقيت الموضوع ما فيهوش اي مشكله، يعني مسكت المضرب الكوره بجري، لا لقيت ده حتى في مهارات ظهرت تانية في الملعب. شفتي بقى؟ برافو عليكي الحمد لله يعني. طب وانت كمان هنا بنتكلم انك يعني في افريقيا والوطن العربي يعني مش بس محليا، هي اللعبه صعبه يعني بتعتمد ان انت لازم تكون ليكي ستايل معين في التنس، زائد تجري بسرعه على الكوره، زائد لازم تحطيها جوه البوكس الناحيه الثانيه، فلازم تعملي كل ده في تايم واحد. حلو جدا. طيب احنا لسه عندنا كلام كتير وقصص هنسمعها من ضيوفنا، بس فاصل سريع وهنرجع نكمل مع حضراتكم. برحب بحضراتكم مرة تانية وهبدأ برضو الفقرة يعني نصها التاني وأقول إنها الإرادة ويا سادة، خلينا نقول إنها الإرادة يا سادة، بمعنى إن حضرتك مفيش حاجة اسمها أصل أنا مش قادر، أصل أنا فاشل، أصل أنا ظروفي وحشة، أصل أنا الناس ضدي، مفيش حاجة اسمها كده. طول ما أنت عندك إرادة وعندك حلم وهدف هتقدر توصل له، بس ثق في نفسك واستمر، ومش بس تستمر أنت لازم تتحرك كل يوم، يبقى فيه حركة كل يوم، تحاول أن أنت تقرب لحلمك. لكن تتكلم بقى عن ظروف وأصل الناس ظلمتني وأصل الناس عملت لي ممكن يكون حقيقي، بس في الآخر أنت محلك سر، فلازم يكون فيه استمرارية وإرادة. يعني ناس وقصص بنستضيفهم وأبطال بيكونوا معانا في 10 الصبح في الأهلي وبنتعلم منهم بصراحه كل يوم. انا برحب بيكم مره تانية واروح معاك بقى يا احمد، لان احنا كنا بنتكلم عن هنا فكره الاتحاد بقى، ان احنا نشكل الاتحاد لقصار القامه اللي بيشمل كذا رياضه منهم طبعا كره القدم والتنس، فخلينا نكمل النقطه دي. هو الاتحاد بدا من سنتين تاسيسه، لما يعني لما لقينا في نماذج كبيره ناجحه في الرياضه، واحده زي استاذه حنان فؤاد بطلة افريقيا في العاب قوة، تمام، تنس طاولة، تنس ارضي، بقى في نماذج فعلا المفروض يبقى عليها الضوء، فلازم الاتحاد كنا لازم نعمل اتحاد يقنن المواضيع دي كلها بحيث الناس دي كلها يعني حقوقها تبقى محفوظة. فجينا فكرة الاتحاد برئاسة الدكتور متولي، قلنا نعمل اتحاد هنضم فيها جميع الالعاب، كرة القدم، تنس ارضي، تنس طاوله، العاب قوه، جري، سباحه، رمي، كل الالعاب دي بحيث نقلل الموضوع، بحيث اتمنى اقولها اللي نفسه عايز يلعب حاجه يلعبها، انا اللي بحط القانون، مالكش دعوه بحد، العب. نفسك تلعب كره قدم يعني كانوا كلهم نفسهم يلعبوا كوره، معانا نماذج ثانيه يا العب. صح. حاجه هتوقفك ليه؟ جرب، حاول. بالظبط كده. مره هتفشل، مره بعد كده هتنجح. الأهم حاجة طلع الطاقة اللي جواك، شوف النوع إيه اللي هتطلعه، طلع الطاقة اللي جواك. صح. طيب كابتن هبة قولي لي، في المحيط برضو عندك بتشوفي نماذج زي كده لسه برضو ما فيش الثقة الكافية، لسه في ناس حاسة إن هي لا أنا ما أقدرش، أنا مش هعرف يعني، وإزاي كمان بتنصحيهم أو بتتكلمي معاهم؟ هو لسه في نماذج جوه البيت تبقى خايفة تنزل تواجه الناس. فدايما أكتر حاجة بنصحها بيها إنها تنزل تطلع الطاقة السلبية اللي عندها في الرياضة. ولا انزلي شوفي جربي كده، انت ممكن تبقي عندك قدرات تانية، مثلا في ناس في السباحة، انت مثلا عندك ربنا ميزك في حاجة معينة فاستغليها صح. بس للأسف يعني، بس بنحاول ان شاء الله كلنا نطلع. لا بس الموضوع يعني بقى جايب ماشي بشكل خطوات جيدة. انا عندي اهالي بيكلموني والله
يعني واحد اصغر طفل عندنا اسمه ياسين. مامته بتقول لي انت ما تعرفش ياسين بيحبك قد ايه، انت شايفك قدوه. ليه؟ لا حلمه بيتحقق، لا هو نفسه يلعب كوره، لا واحد زيه بيلعب كوره. فدلوقتي بقى الموضوع الناس تلعب وتتحرك، بقى الموضوع سهل شويه عن الاول بسبب طبعا الاعلام وتسليط الضوء على المعاقين والسياسه الدوله، الاعلام واهتمام الدوله والوزاره والمبادرات، يعني كل ده فعلا بيفرق. ده ساعد الناس جامد بامانه. حلو جدا. وكمان الوعي المجتمعي بقى، يعني ده يمكن الجزء الاخير اللي برده اعتقد مهم جدا ان احنا نركز عليه وندرب نفسنا عليه ونعلم ولادنا الصغيرين كمان الكلام ده او القيم دي، لان ده امر اساسي. يعني انت لازم تربي ابنك من هو صغير ان هو مفيش حاجه اسمها يعني عيب او غلط يبقى في حد مختلف عننا، احنا كلنا حاجه واحده. بس اللي بيميز انسان عن انسان هو اللي بيقدمه لنفسه وللمجتمع بتاعه. كابتن هبه خليني اروح لك بقى، ايه البطولات اللي جايه؟ هتفرحينا ازاي الفتره اللي جايه برضو؟ ليه نعرف. هو مبدئيا انا بتمرن دلوقتي ان شاء الله، او يعني هوصل لليمت معين وابتدي بقى اخد دخول موضوع البطوله. بس اول ماتش او مباراه امتى؟ هو رسمي لما اتحاد ان شاء الله يتشهر. انا معتمده بس يكون رسميات اكتر اتحاد، بس ممكن يبقى حاجه وديه جوه الملعب. طب موضوع الاتحاد ده برضو لو هنتكلم فيه، تقريبا امتى التاسيس يتم؟ يعني هو الموضوع هو اتاسس والمقرر موجود، بس احنا مستنيين على اخر موافقه، يعني الموافقه الاخيره لسه ما صدرتش. الموافقه جت من الوزاره ومن وزاره التضامن، بس بتبقى فيه موافقات تانيه بعدها، يعني جهات امنيه وبتاع والكلام ده. بس كل حاجه يعني موجوده، المقر زي ما بتقول والاوراق مستوفاه وكل حاجه، فاضل بس التصديق الاخير. خلينا دي حقيقه فعلا. صور جميله بقى من ده هنا وانت بتتدربي. هيبه كمان بتتدرب مع ناس عاديه، يعني بتلعب مع ناس اطوال عاديين. بسم الله ما شاء الله. يعني ده هنا كان فين ده؟ ده في نادي الزهور. ده في نادي الزهور. مرنوا عندك كام سنه يا هبه تقريبا؟ لا انا لسه داخله المجال جديد. يعني داخله مجال جديد وما شاء الله واصله الليفل ده. برافو عليكي، برافو عليكي. في بقى اي ماتشات حتى لو وديه ناس بتيجي من بره دول عربيه او غيره بتلعبوا مع بعض؟ احنا من سنتين كنا في شرم الشيخ، دعينا الفريق المغربي نلعب معاه ماتش، ودعينا رئيس الاتحاد. حلو. يتبنى الفكره، يشوف مع الحقيقه ازاي. الموضوع نجح جدا والدنيا سمعت. بعدها سافرنا المغرب، لعبنا 3 ماتشات، فزنا على المغرب. ده كان على حساب مين السفريه دي؟ يعني كان برضو مجهود ذاتي بس ما كانش في اي دعم خالص من اي جهه؟ لا كان مجهود ذاتي. بس ان شاء الله ده هيتغير قريب ان شاء الله بامر الله. بس هو الحمد لله، يعني احنا عندنا مواهب هنا فذة بجد. المغرب كله كان بيتكلم علينا، كان بيتكلم عن المواهب وعن الناس. لما بتسمع اللغه بتاعتنا واحنا ماشيين في الشارع، انتوا المنتخب المصري اللي غلبتوا المنتخب بتاعنا كذا كذا، فالواحد بيصعب عليه المواهب دي بامانه تبقى مدفونه كده. لا فالواحد على قد ما يقدر بيعمل مثلا بطولات، بيجمعهم تاني، بيعمل بطولات تاني، وربنا كريم ان شاء الله. يا رب من قلبي والله. واعتقد كل الناس بتتفرج دلوقتي علينا، يعني كل الدعم بتقدمه لكم، وارفعوا راسنا كده دايما بجد. احنا نتمنى بس تبقى دعم الانديه الكبيره تبقى لينا، بمعنى ايه؟ احنا عندنا والله في ناس بتحلم بالانديه. يعني تلاقي مثلا ماتش الاهلي ولا الزمالك، ولا تلاقي العيال بتتخانق مع بعض، يا ابني انت لا يا عم انا زملكاوي مش عارف ايه، انا اهلاوي من ايه. فالموضوع ده هيفرق جامد معاهم ان شاء الله. اكيد يعني اي مسؤول اعتقد ان هو هيكون سامع ممكن فعلا يفكر في الموضوع ده. دي يعني فكره كويسه جدا ان شاء الله. الفرح امتى؟ بعدين بنخلص اهو الحاجه. قربتوا يعني؟ عزموني بقى، وعزموا كريم معايا برضو. يعني هم كريم بجد والله، يا وعده مني لو عزمتونا هني. لا والله اكيد اكيد تنورونا. شكرا ليك كابتن احمد وكابتن هبه، نورتونا. ودايما 10 الصبح في الاهلي بيحيي بيتشرف باي نموذج ناجح يعني بنستضيفه هنا وبينورنا في البرنامج. الحلقه كده كلها خلصت، بكره ان شاء الله اللقاء هيتجدد في 10 الصبح في الاهلي مع نهوان سري وكريم كوجي.